السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ إن شاء الله قراءة كتاب لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة. الكاتب بتاعه علي بن جابر الفيفي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الإهداء إلى التي قالت لي ذات ليلة وأنا في السابعة من عمري: هل صليت العشاء؟ فقلت لها كاذبا: نعم. فنظرت إلي نظرة شك وقالت: قل ما شئت ولكنه قد رآك. فأفزعتني قد رآك هذه وجعلتني أنهض لأصلي رغم ادعائي الكاذب إلى أمي. لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لأنك الله قلبي كله أمل، لأنك الله روحي ملأها الألم. مقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه كلمات عن بعض أسماء الله كتبتها بضعفي عن القوي سبحانه، وبعجزي عن القدير سبحانه، وبجهلي عن العليم سبحانه. حرصت أن أجعلها بما يفهمه متوسط الثقافة ويستطيع قراءته المريض على سريره، والحزين بين دموعه، والمحتاج وسط كروبه. لدي يقين أن تعلق القلب بالله وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاؤه، كما أنه سر سعادة الآخرة، فإنه سر سعادة الدنيا كذلك. وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما إن وجد العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته. وباب أسماء الله الحسنى باب إيماني عظيم يدلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص، يجعل النفس تسجد تعظيما والروح تبتل خشوعا وحبا. أردت من هذا الكتاب الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى والإشارة إليه بالقليل مما لديه، وتذكير نفسي وإخواني بأنه على كل شيء قدير، وأن فضله كبير، وأنه سبحانه السميع البصير. وأردت أن أربط بهذه الكلمات على أكتاف أتعبتها الأوجاع وأمسح بها على رؤوس صدعتها الآلام. أردت أن أواري بأحرف الدموع وأن أطفئ لهيب الضلوع. إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون، تتبدد أيامنا في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي. اختر الله معرفة وإيمانا ويقينا وعبادة وخضوعا، ثم أنسا وسعادة وهناء. أو اختر التيه والضياع والاختناق والشعور بالكآبة والتمزق النفسي. لا أدعي في هذا الكتاب إحاطتهم ولا علما ولا سبقا. الذي أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه. فإن كان في هذا الكتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بين الناس وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي عندي، وقد علمت بعض العفو الذي عنده. أسأل الله صلاح النية وأن يغفر ما قد يند به القلم أو يخطئ به الفؤاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. علي جابر الفيفي، 27/7/1437 هجري. الصمد. هنبدأ باسم الله الصمد. لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولم يستطع العالم كله أن يدفع عنك سوء، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدره الله. الصمد. إذا كان الضعف قد بنى حولك سجنا ضيقا لا تستطيع الخروج منه، إذا حاصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول، فأنت ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه. اسم الله الصمد سيمدك بكل ما تحتاجه لتكون قويا في هذه الحياة، وتجابه واقعك بشموخ، وتتجاوز عقدك بعزيمة. ابدأ مع الصمد عهدا جديدا، ثم ثق أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبكثير. في ظلال الصمدية، الصمد اسم كما ترى بالغ الهيبة، قوي الحروف، شامخ المعنى، قليل الورود والذكر، ذو جلالة خاصة. وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليات الإخلاص في العبادة. فمن أكثر من استحضار معنى الإخلاص في عباداته
أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء إلا إليه. وها نحن ندلف إلى عالم الصمدية لنستلهم شيئا من معاني الصمد. الصمد هو من تصميد تصمد إليه الخلائق، أي تلجأ إليه. هذا من أجل معاني هذا الاسم، لذا فسوف نطوف بهذا المعنى. الصمد هو المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب والمفزوع إليه وقت النواء. جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف ومن أقصرها، وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد. يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول يا الله، يحتاج إلى إعانة فيقول يا الله، يحتاج إلى حفظ فيقول يا الله، يحتاج إلى هداية فيقول يا الله، يحتاج إلى لطف فيقول يا الله. أمواج أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته، وهذا معنى الصمدية. في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه، فإن لم ترجع إليه اختيارا رجعت إليه اضطرارا. المزارع إذا تأخر وقت الحصاد وقد تعاظمت حاجته للثمر وصار الماء شحيحا، نظر إلى السماء وقال يا الله. لكن ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا يا الله. إذا أعلن قائد الطائرة أن على عجلاتها قد رفضت التحرك ولذلك فسيأخذ جولة على الطائرة على المطار إلى أن تحل المشكلة، ينسى ركاب الطائرة كل الشخصيات المهمة ولا يتذكرون إلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وعيناك على رسام القلب تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة ومريضك تخفت أنفاسه وتضاءضاء نبضاته، وتلك الخطوط تأخذ قليلا قليلا في الهبوط، لحظتها تنسى اسم الممرضة ويتبخر من رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء يا الله كن معه. أفكار السيف. جاء شيخ عربي اسمه الحصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي كم تعبد يا حسين؟ فقال 7-6 في الأرض وواحد في السماء. فسأل النبي من لرهبك؟ قال الذي في السماء. قال من لرغبك؟ قال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فأسلم الحصين. لقد اقتنع بمعنى الصمدية لأن من تصمد إليه في وقت الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له. إن الإيمان أسهل فكرة في الوجود، لا تحتاج إلى كتب ولا إلى فلسفة ولا إلى صبر وتقسيم. هي كلمة قلها بإخلاص ثم اتركها لتشتت أفكار الزيف. يختصر القرآن ذلك فيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة. في عمق كل إنسان وداخل كل خلية وحول كل شريان أشياء تعرف الله جيدا وتسجد له وتتبعه. إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع. ومن قصص السيرة الشهيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام وما إن انتهى حتى سجدوا، كلهم سجدوا، حتى أولئك الذين طردوا وطردوه وأذوه وخططوا لاغتياله سجدوا. تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة إيمانية رهيبة فجعلتهم يخرون للأسقان سجدا. الكواكب. خلق في نفوس عبادي حاجة إلى حبه سبحانه. هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله وبذل المهج في سبيله. الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك الذي تبحث عنه على عرشه يسمعك الرحمن على العرش استوى. امرأة يخلو بها فاجر في إحدى الخلوات فيراودها عن نفسها ولكنها تأبى، فيقول حاسا لها لا يرانا إلا الكواكب فترد بشموخ أين موكبهما؟ أين الله؟ إنه قلب صامد إلى الله.
يراقبه متيقن أنه عليم خبير سميع بصير محيط. وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة ليصلي إليها. هكذا يجب أن يكون القلب يوزع رغباته في كل الاتجاهات، لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط. ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت، ولكن أمامه لا تضع إلا مرضات الله، إلا مراقبة الله، إلا حب الله. وتنساه إذا بحثت عن شيء فلم تجده، فدعه وانشغل بالله. هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ، فتقول اللهم رد علي ضلتي فيردها. يريدك أن تنشغل به عن حاجتك، ولكنك تنشغل بها وتنساه. ولشيخ الإسلام ابن تميمة رضي الله عنه كلام بالغ النفاسة في هذا المعنى، فتأمله بقلبك ثم اجعله بالقرب من أوجاعك وقربك وحاجاتك. يقول العبد قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريش كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا. ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه. ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقون بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العليا الدينية. في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القراء فيهزني، اللهم أوقفنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. هذا الإيقاف للمطايا بباب الكريم هو معنى الصمت. أصمت، يجب أن تعلم أنه لو لم يأذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض. تصمت إلى أن يشفيك. يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى. فاصمد إليه إلى أن يحفظك. يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن تعمل لأسماك المحيط. فاصمد إليه أن يكون معك، ولهذا تصمد إليه لترتاح ليهدأ لهاثك، لأنك بدونه ترقد وتلهث وتتوتر. انصت إلى أولئك الذين تعبت بهم سفينة أو يرون الموت وهما مقبل عليهم وتعاصف بهم رياح التقلبات، سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلئن أنجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين. جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه، هناك أمن يعم إن قلت يا الله، فإذا لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا، وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا، وإن لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة. البوصلة، لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه ومصيبة تذكرنا باسمه وكارثة نعود بها إلى المسجد؟ ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون حوائج وكوارث ومصائب؟ هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا نمكز رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل أوهامنا ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله؟ عدل بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك ستصل، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا التجأت لفلان من الناس صباحا قد يغلق بابه دونك في المساء، إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمر، إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد. أما الله فلا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه،
يعطي بالليل والنهار، ينصرك على الجميع إن كنت مظلوما، لا يغلق بابه يده سحاء الليل والنهار، أكرم الأكرمين، لذلك تصمد إليه كل الخلائق. فإذا جربت أن تصمد إلى غيره في حاجة رجعت خائبا، ولا بد. إذا طلبت غيره قد لا يجيبك، أو قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك، أو يلبيه ولكن ناقصا، أو يلبيه كاملا لكن مع من العقد إهانة، وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر له. فرغ قلبك من غيره. دخلت قديما مكتب وكيل إحدى الجامعات وقد كتبت له معروضا في شأن من شؤون دراستي، ثم شرحت له بعض التفاصيل، فقال لي: لا تكثر هرج، الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج، ولكن الله يحبك إن كثرت من الهرج بين يديه، فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء، فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. ما دام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله. أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي على أحد العارفين، يقول فيها عن اسم الله الأعظم: فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجبك، فهذا يحوي معنى الصمد. اجعل في قلبك الله ثم قل أي شيء من مرضاته سيكون إله المسحة ورباني الصباح. كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لدي عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لديك رب فالتجئ إليه. المرض رسالة لتذل له، والفقر برقية لتسجد له، والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوة من القوي. الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد إليه. وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك، سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصرته. اصطمد، لا تهدأ قلوب خلقي حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه. خطوات: انظر في أي اتجاه شئت، ولكن اجعل في قلبك عينين لا تنظران إلا إلى عظمته. تحدث بكل ما تريد، ولكن اجعل في قلبك لسانا لا ينطق إلا بذكره. استمع إلى الجميع شئ، ولكن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك إلا كلامه. امشي إلى حيث شئت، ولكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الملك. اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإرادتك وأحلامك وأوهامك. إذا أمسكت قلما فتساءل: هل يرضى سبحانه عما سأكتبه في هذه الورقة؟ إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: هل سأقول شيئا يرضي؟ إذا وقفت موقفا تساءل: هل موقفي هذا محبوب عنده؟ اصنع منبها نعلقه في أعلى قلبك دقاته تقول: ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ اصمد إليه في كل حين، وإذا ما استيقظت في نصف الليل تذكره. خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره، عقلك خراب دون أن يمر اسمه على خطراتك، أحلامك مستنقعات إذا جاء ذكر الحي الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. شموخ: إذا علمت روحك الصمود إليه فإنها مع الزمن ستستحي أن تكثر من الطلبات الدنيوية، لأنها ليست الحيز الذي خلقك الله له. كل آمالك أخروية. فقال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة: سلني يا ابن عمر. فنظر إليك بشموخ الصامد إلى الله وقال: من أمر الدنيا أم الآخرة؟ فقال: أما الآخرة فلله، ولكن من شؤون الدنيا. فقال: لم أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ الصمود لله يحولك إلى عظيم، لا يبالي بملاك التراب. الدنيا تخصص لا يقبل عليه الصامدون لله. فقال أمين لابن تميمة: سمعنا أنك تريد ملكنا يا ابن تميمة. فرفع ابن تميمة رأسه بشموخ وقال: والله إن ملكك لا يساوي عند فيلسين. رجل يعرض وجهه لله
آناء الليل كيف يذلل قطعة خزف التراب النهار. حقيقة اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك. لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله، لا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله، لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله، فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به. لا يمكن لخلية أن تتحرك ولا لذرة أن تكون. ولا لقطرة أن تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته. لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدره الله. إذن فاجعل وجهك إليه والجأ وظهرك إليه وفوض أمرك إليه، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اصمد قلوبنا إليك واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك. وهكذا نكون قد أدعينا اسم الله الصمد في وقراءته في هذا الكتاب. سوف نقوم بعمل فيديو ونضيفه في قائمة البلايليست بعنوان كتاب لأنك الله، وحنكمل فيها إن شاء الله اسم الله الحفيظ. نلقاكم في فيديو قادم. السلام عليكم.